نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. أفاد مراسل الميادين بدخول حافلات إلى الأحياء الشرقية من مدينة حلب لإجلاء ما تبقى من مسلحين في المدينة، وبالتزامن دخلت 8 حافلات إلى بلدتي كفرية والفوعة المحاصرتين في ريف إدلب لإجلاء الحالات الإنسانية الصعبة. مراسلنا أفاد بوجود 120 حافلة أمام القريتين تنتظر إجلاء أكثر من 5000 يعانون من أوضاع إنسانية وصحية صعبة. ومن حلب ينضم إلينا مراسل الميادين رضا الباشا. رضا، آخر التطورات لديك، آخر المعلومات حول ما يجري في الأحياء الشرقية من حلب، تفضل. نعم، فعلا الجميع ينتظر، ننتظر خروج المسلحين من داخل القسم المتبقي من الأحياء الشرقية. كافة الإجراءات كما يمكن أن تلاحظين في الصورة، ستخرج الحافلات عبر هذا الأوتستراد، ستخرج عبر معبر الراموسة الذي يبدو في عمق الصورة، يمكن من الجهة الشرقية لأوتستراد الراموسة في هذه المنطقة. طبعا يوجد أكثر من 50 حافلة، تقريبا 50 حافلة تنتظر أن تخرج الحافلات 15 الأولى التي دخلت إلى داخل حي صلاح الدين ومن منطقة العامرية، من أجل أن تتوجه بقية الحافلات لنقل المسلحين وعوائلهم من داخل حي السكري وصلاح الدين والأنصاري إلى القسم الذي تسيطر عليه الجماعات المسلحة في الريف الغربي لمدينة حلب. طبعا هذا الإجراء سيكون بالتوازي مع دخول الحافلات إلى بلدتي كفرية والفوعة. الحافلات 15 التي دخلت إلى داخل الأحياء الشرقية من منطقة العامرية طبعا كانت بالتزامن مع دخول 15 حافلة أيضا إلى بلدتي كفرية والفوعة. لابد أن أشير إلى أن ما أكده الجميع هنا بأن الحافلات التي ستخرج من الأحياء الشرقية لمدينة حلب من الأنصاري والسكري طبعا ستكون مفتشة قبل أن تخرج، هذا على خلاف ما كان في بداية تطبيق هذا الاتفاق. طبعا هذا الإجراء جاء نتيجة للخرق أو الخروقات المتعددة التي قامت بها الجماعات المسلحة لاتفاق خروج المسلحين وعوائلهم من داخل الأحياء الشرقية لمدينة حلب. طبعا سيكون هذا الإجراء لمنع إخراج المدنيين الذين ليسوا من عوائل المسلحين والذين يرغبون في البقاء في مناطق سيطرة الدولة السورية. سيكون أيضا لمنع تهريب الأسرى، أسرى الجيش السوري الذين المتواجدين لدى الجماعات المسلحة في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، كما حصل طبعا في المرحلة الأولى عندما قامت الجماعات المسلحة بخرق الاتفاق وهربت بعض الأسرى إلى مناطق سيطرة المسلحين في الريف الغربي للمدينة، إضافة إلى عدم السماح بتهريب الأسلحة الثقيلة والصواريخ الموجهة. أيضا هذا الخرق قامت به الجماعات المسلحة في المرحلة الأولى من الاتفاق، من اتفاق خروج المسلحين من الأحياء الشرقية. كل هذه الأمور طبعا وضعت لها ضوابط، أكد الجانب الروسي بأنه سيعمل على تفتيش الحافلات، لن يسمح بتكرار ما حدث مرة أخرى. طبعا هذا بالتوازي أيضا مع خروج المدنيين من جرحى وحالات إنسانية من داخل بلدتي كفرية والفوعة، أيضا سيكون خروج المسلحين بالتوازي مع خروج المدنيين من داخل بلدتي كفرية والفوعة. الآن ما هو الذي يؤخر انطلاق هذه الحافلات؟ طبعا ما أخر انطلاق الحافلات هو تأخير الجماعات المسلحة أو عدم السماح للجماعات المسلحة للحافلات بالدخول إلى بلدتي كفرية والفوعة. هذا الانتظار هو الذي أخر دخول الحافلات إلى بلدتي كفرية والفوعة، وأخر أيضا دخول الحافلات إلى داخل الأحياء الشرقية أو القسم المتبقي من الأحياء الشرقية لمدينة حلب. التأخير وقع هنا، ولكن على ما يبدو بحسب ما أكد طبعا أحد المسؤولين الذين تحدثت إليهم، أكد بأن الخلاف طبعا أزيل وبأن الحافلات دخلت بالتوازي. الجميع ينتظر بأن يصعد المدنيين والحالات الإنسانية إلى الحافلات داخل كفرية والفوعة، إضافة إلى خروج المسلحين وعوائلهم. سيكون بالتوازي طبعا مع خروج الحافلات من بلدتي كفرية والفوعة، ستخرج الحافلات أيضا من داخل القسم المتبقي وتحديدا من معبر العامرية عند صلاح الدين من الأحياء الشرقية لمدينة حلب. نعم رضا، سنكون معك لتوافينا بكل جديد. شكرا جزيلا لك الزميل رضا الباشا، كنت معنا من الأحياء الشرقية لمدينة حلب.
أعلنت السلطات السورية تقديمها أدلة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تثبت استخدام المسلحين غاز الخردل السام أثناء الحرب في سوريا. المتحدث باسم الهيئة الوطنية السورية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية سامر عباس أعلن أن الهيئة سلمت إلى بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جميع الوثائق المتوفرة لديها وقد قبلتها بدورها بعد التحقق من صحتها. وأضاف عباس أن خبراء المنظمة سيزورون سوريا مرة أخرى بهدف استلام عينات جمعها خبراء وزارة الدفاع الروسية في بلدة أم حوش بريف حلب الشمالي التي تعرضت للقصف بقنبلة تحتوي على غاز الخردل في أكتوبر تشرين الأول الماضي. ومن المنتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار فرنسي يدعو إلى نشر مراقبين وعمال إغاثة في حلب. وينص مشروع القرار على ضرورة أن تكون عمليات الإجلاء طوعية وإلى الوجهة النهائية التي يختارها المدنيون. مندوب روسيا وصف الحديث عن نشر المراقبين خلال أيام بغير الواقعي لأن الأمر يستغرق أسابيع. ما ورد من حلب بروباغندا أكثر مما هو أخبار حقيقية، هذا ما نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية في عنوان رئيسي مشكك في حيادية وسائل الإعلام الغربية في نقل حقيقة ما يجري في سوريا، فيما تشكك إحدى صفحات فيسبوك الأجنبية من حقيقة رسائل الوداع التي نشرتها لبعض الأشخاص على أنهم مواطنون من حلب. مريم عثمان والتفاصيل. قد يكون الرأي العام الغربي بدأ يتساءل عن حقيقة ما جرى في مدينة حلب وعن الوجه الآخر من الصورة التي تقدمها بعض وسائل الإعلام العالمية من تضليل وفبركة. ما ورد من حلب هذا الأسبوع بروباغندا أكثر من أن تكون أخبارا حقيقية، هذا ما نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية كعنوان رئيسي على صفحتها. في المقال يوضح الكاتب باتريك كوكبيرن غياب الحيادية لدى وسائل الإعلام الغربية وتحولها إلى أداة في حملة الدعاية للجماعات المسلحة والإرهابية مثل القاعدة وجبهة النصرة وأحرار الشام، بعد سماحها للصحفيين الذين لا يمكن أن يعملوا إلا بإذن منها أن يسيطروا على أجندة الإخبارية. وأضاف المقال إن من السذاجة الاعتقاد أن العلاقات العامة التي تملكها المجموعات المسلحة هي من صنعها، مشيرا إلى أن حكومات غربية لعبت دورا واضحا في تمويل وتدريب متخصصين في مجال الإعلام تابعين للمسلحين. ليست صحيفة الاندبندنت الوحيدة التي سلطت الضوء على فبركات وسائل الإعلام العالمية حول سوريا. إحدى الصفحات الأجنبية على موقع فيسبوك إن ذا ناو التي يتابعها نحو 1,100,000 شخص من جميع أنحاء العالم نشرت فيديو قصيرا لصحفية أمريكية تساءلت عن وجهة رسائل الوداع من حلب التي ملأت وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية وعن الصدفة التي جعلت مواطنين ينشرون بالتزامن رسائل تحمل الرسالة نفسها. الفيديو يكشف أن المواطنين المفترض أنهم محاصرون ليسوا سوى ناشطين بارزين يتكلمون الإنجليزية بطلاقة وضيوف على شاشات عالمية. يريدونك أن ترى وجهة واحدة من القصة، حقيقة واحدة، أن الأسد يذهب من مدينة إلى أخرى ويقتل شعبه لسبب مجنون بمساعدة روسيا، وأن المدنيين الذين يغادرون حلب يهربون من إبادة جماعية يرتكبها النظام، والذين يحتفلون في الشارع يرقصون على قبور الأطفال. هذا الفيديو حصد بعد ساعتين من نشره عشرات الآلاف من المشاركات والتعليقات، كان اللافت منها تلك التي شككت بأصل ما يجري في سوريا وتلك التي غلبت عليها الحيرة. وزارة الخارجية والمغتربين وجهت رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الجريمة التي وقعت الجمعة الماضي في أحد مخافر العاصمة دمشق. وقالت الخارجية إن استخدام التنظيمات الإرهابية للأطفال والفتيات والأولاد منذ بداية الأزمة في سوريا لتنفيذ مآربها الإرهابية اللا إنسانية دليل على أن من يرعى هذه التنظيمات ويميز بين تنظيمات إرهابية معتدلة وأخرى متطرفة لا يأبه لحياة الأطفال السوريين.
وإلى حلب وآخر التطورات هناك معنا مباشرة مفد الإخبارية السورية ربيع ديبة ليقدم لنا آخر الأخبار. إليك ربيع. ربيع تسمعني؟ شكرا لك رنا، أهلا بكم. شهدت أحياء الزبدية وصلاح الدين والمشهد والأنصاري في الأحياء الشرقية من حلب بدء عملية نقل المسلحين وعائلاتهم باتجاه الريف الغربي من إدلب. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل أنس رمضان. حافلات باتت في تلك المناطق الأنصاري الشرقي والزبدية ومنطقة السكري بانتظار أن تخرج، وعملية خروج هذه القافلة وهذه الحافلات التي تقل يعني نحو 2500 مسلح ينتمون لكافة الفصائل في مقدمتها جبهة النصرة باعتبارها الفصيل الأكبر، عملية خروج هذه الحافلات ستتزامن بالتأكيد مع خروج أيضا دفعة تقدر ب 1200 من أهالينا في كفرية والفوعة من كفرية والفوعة. لذا عملية خروج هذه الحافلات على هذا الجسر تحديدا وبالتأكيد ستتزامن مع خروج القافلة التي تضم الجرحى والمسنين والنساء من أهالي كفرية والفوعة في ريف إدلب. بطبيعة الحال نحن ما زلنا ننتظر في هذه النقطة من جسر الراموسة الذي ستمر فوقه وعليه الحافلات القادمة من شرق مدينة حلب تحديدا والأجزاء الشرقية المتبقية والتي تتواجد فيها الجماعات المسلحة التي يمكن القول بأن خروجهم سيكون على دفعتين، الدفعة الأولى 2500 والدفعة الثانية ذات العدد. كما نشاهد في عدسة الإخبارية السورية عدسة الزميل رودين يعني هذه سيارات الصليب الأحمر الموجودة وأيضا الهلال الأحمر الموجودة بطبيعة الحال على هذا الطريق كجهة مشرفة على عملية إخراج المسلحين وتسيير هذه الحافلات باتجاه أقصى الجهة الغربية باتجاه أطراف الراشدين باتجاه أطراف حلب الغربية أي الراشدين الرابعة، ومن ثم هنالك من اتجه في وقت سابق وتحدث عن الحافلات التي خرجت من شرقي حلب، هنالك بعض الحافلات اتجهت باتجاه ريف حلب الغربي وباتجاه أيضا مدينة إدلب. الإخبارية السورية رصدت الواقع في أحياء حلب القديمة وحي الجلوم وحجم تدمير المساجد وكنيسة الشيباني، حيث تم العثور على عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر مخبأة ضمن بئر مياه. مراسل الإخبارية السورية أحمد صادق والتفاصيل. متابعينا، نحن الآن بأحد مقرات التنظيمات الإرهابية المسلحة ما يسمى كثيب الجنود سليمان الجهادية التابع لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي. نحن الآن نقوم مع رجال الله رجال الجيش العربي السوري بتمشيط منطقة الجلوم بمنطقة حلب القديمة. الآن نحن ندخل مقر التنظيمات الإرهابية المسلحة. شعور واحد انسان رجعان على بيته والحمد لله رجع امن مطمئن ومرتاح، مرتاح نفسيا. الحمد لله فرحه كبيره ما بتتعوض، قلبي رايد لك. جيت من بيتي سجدت مشهد ربي عليك، سجدت في بيتي وشكرت الله وحمدته. الحمد لله الله نصرني والحمد لله الحمد لله ورايدنا مرفوعة ان شاء الله طول عمر، والحين الحلبيه والحين الاصليه وان شاء الله اذا ما ظل شباب كله والله العظيم يطلعوا النسوان النسوان يقاتلوا. We'll be right back.
والله اثناء التمشيط هون فكرنا ننزل لتحت على الجبل. نعم. وتفاجئنا بتحت مستودع كبير للذخيره مثل ما يكون شايفين. عاشوا خرابا ودمارا في بيوت الله ليمنعون كلمة المحبة والسلام، ولكن بهمة رجال الله رجال جيش العربي السوري ليعم الأمن والأمان والاستقرار لمدينة حلب. أحمد صادق للإخبارية السورية من داخل كنيسة الشيباني حي الجلوم. المواطنون بمختلف المحافظات السورية حيوا انتصارات الجيش في حلب، مؤكدين أن دحر الإرهاب عن أرض الوطن نتيجة مؤكدة للصمود والإنجازات التي يقوم بها الجيش والحلفاء. حلب مبتغانا والجيش العربي السوري هو السبيل. حقا كان السبيل وكان المنارة التي اهتدى بها كل قاصد لحلب. ظلام نشرته يد الغدر والإرهاب على شهبائنا، ولكن تضحيات عظام قدمها رجال الشمس ليعيدوا الأمل بغد ينفض الركام عن حلب لتعود كسابق عهدها. الشهباء انتصرت والفرحة تدخل قلوب أخواتها من المحافظات السورية. إن شاء الله ألف مبروك، نحن واثقين بجيشنا دائما وأبدا، والأكيد الأهالي كان لهم دور كبير، وإن شاء الله من نصر لنصر مثل ما انتصر بحمص مثل ما انتصر بأي منطقة تانية، إن شاء الله النصر لكل سوريا يا رب، والله يحمي هالشباب. نحيي الجيش العربي السوري لانتصاراته بحلب. هذا الانتصار صار بحلب صار شرف إلنا، شرف لجيشنا، شرف لسوريا. جيش أولادنا وأحفادنا وابننا شهيد منهم، والحمد لله يا رب يا حلب ضل صامدي. كتير كتير سعداء بانتصار جيشنا وانتصار شعبنا بحلب، بالنهاية نحن انتصرنا، الشعب السوري هو اللي انتصر. أنا من قلبنا فرحانين بالانتصار العظيم هذا. بقول أهل حلب إن شاء الله ألف ألف مبروك، وإن شاء الله لكل الشعب الحلبي وشعب سوريا بيرجع إن شاء الله ألف مبروك وعبارة التحرير الكامل، وإن شاء الله هيك الله ينصر الجيش العربي السوري. لابد أن نبارك لأهلنا في حلب على انتصارة الجيش العربي السوري وعلى عودة المدينة إلى أمانها واستقرارها. الحمد لله نشكر الله على انتصارات الجيش العربي السوري في حلب أحياء حلب الشرقي، وإن شاء الله الانتصارات لأحسن وأحسن، ونحن رديف للجيش العربي السوري في نبل وزهراء. الله يرحم الشهداء اللي هن سبب هالانتصار، ولو ما دماؤهم نحن ما حققنا هالنصر ابدا. انتصارات اللي الحمد لله تحققت بحلب اكيد ما اجت من فراغ، اجت من دم شهداء كثير. انتصارات الجيش في حلب الحمد لله كانت كويسه، وذلك نتيجه تلاحم الشعب مع الجيش. الله ينصرهم والنصر من الله ان شاء الله، الله يحمينا الجيش ويحمينا ويحمي الشباب. ان شاء الله تكون بوابه خير لسوريا كلياتها، ان شاء الله يعم السلام والامن لبلدنا اللي هي تفلنت الساحل كل خير. كانوا يراهنون على حلب، حلب بقت صامده بجيشها وشعبها. مبروك لاهل الشعب، مبروك لانتصارات حلب، مبروك لانتصارات جيشنا العربي السوري. الف مبروك لمدينه حلب بالانتصارات. فرحه تغمر قلوب السوريين لترفع الصوت عاليا، حمة الديار عليكم سلام. هذا كان ابرز ما لدينا من اخبار المتعلقه بحلب. عودة إليك رنا في استديوهات الأخبارية بدمشق. ربيع ديبي مفدنا إلى حلب، شكرا جزيلا لك. أقدم إرهابيون على إحراق حافلات كان من المقرر أن تنقل الحالات الإنسانية من بلدتي كفرية والفوعة المحاصرتين من قبل التنظيمات الإرهابية. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصور للحافلات المحروقة والتي يبلغ عددها نحو 20 حافلة، إلى جانب معلومات تشير إلى وجود خلافات بين الإرهابيين حول إخراج المدنيين من البلدتين وتحميلهم بعضهم البعض مسؤولية ما جرى في حلب. ومن حلب أيضا وآخر التطورات، ينضم لنا مباشرة مراسل الأخبارية السورية وليد هنايا. وليد هنايا طبعا مرحبا بك بداية، وما هي آخر التطورات حتى هذه اللحظة وتحديدا من الأحياء الشرقية المتواجد فيها الإرهابيون حتى هذه اللحظة؟
نعم، تحية لك رانيا. من جديد نحن نتحدث اليوم رنا عن الاتفاق، هذا الاتفاق الذي نص على تبادل الحالات الإنسانية من المرضى والجرحى وكبار السن من بلدتي كفريا والفوعة إلى حلب. هذا أتى مقابل استكمال عملية خروج المسلحين بأسلحتهم الفردية وعائلاتهم، على أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بشكل متزامن لإدخال الباصات إلى تلك المناطق، سواء كان باتجاه الأحياء الشرقية أو باتجاه بلدتي كفريا والفوعة. ولكن اليوم من جديد يعد هذا الاتفاق منقوضا من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، هؤلاء الفصائل التي قامت بمحيط بلدتي كفريا والفوعة باشتباكات بين بعضهم، وأحدى تلك الفصائل هي حركة أحرار الشام، مما أدى إلى حرق 5 حافلات كانت متجهة من حلب باتجاه كفريا. أنه بعد هذا الخلل بالاتفاق كان هنالك عودة للمسلحين باتجاه الأحياء الشرقية، وأيضا عودة للمدنيين المتواجدين داخل كفريا والفوعة إلى منازلهم. وهنا لابد أن نؤكد رنا بأن عملية الاتفاق هي تجري بكل دقة وبكل تجهيزات لوجستية من قبل الحكومة السورية، لا سيما بأن اليوم كافة التجهيزات وأكثر من 50 حافلة كانت تنتظر عند معبر الراموسة عند هذا الجسر، وكنا قد وافيناكم مع زملائنا عبر التغطيات عبر يعني انتظارنا لدخول القوافل وإجلاء المسلحين. ولكن بعد نقض الاتفاقية من قبل الفصائل المسلحة المتواجدة في محيط كفريا والفوعة المحاصرتين هاتان البلدتين، اليوم كان هناك إعادة النظر في هذه الاتفاقية، والآن بحسب ما ورد للإخبارية السورية بأن الاتصالات هي ما زالت متواصلة وعملية الاتفاقات هي تجري حتى اللحظات، لا سيما بأن يوم قد سوف يكون هنالك استكمال لعمليات الإجلاء سواء كان على صعيد كفريا والفوعة أو الأحياء الشرقية. نحن نتحدث اليوم بأن تخرج نحو 1500 مدني من كفريا والفوعة مقابل نصف المسلحين داخل الأحياء الشرقية، وهذا يأتي تزامنا بذات الوقت، وأيضا إجلاء آخر نحو 1500 مدني مقابل ما تبقى من الأحياء الشرقية. وهنا نتحدث بأن باقي المدنيين الذين سيتم إجلائهم من كفريا والفوعة سيكون هنالك اتفاقية أخرى لا سيما باتجاه منطقة متواجدة في الجمهورية العربية السورية. إذن نحن نتحدث اليوم عن خلل للاتفاقية لليوم الثاني من قبل الفصائل الإرهابية المسلحة، سواء كان يوم أمس بعد يعني خروج المسلحين أو يوم ما قبل أمس خروج المسلحين وأخذ معهم أعداد كبيرة من الأسرى، وسواء كان لهذا اليوم عبر الاشتباكات في محيط بلدتي كفريا والفوعة. أشكرك جزيل الشكر وليد هنايا، مراسل الأخبارية السورية في حلب، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. الاحتفالات بالانتصار في حلب لم تقتصر على السوريين في بلادهم، رغم شهدت عددا من الفعاليات تعبيرا عن الفرح بالنصر في حلب. مراسلتنا هناك جودي يعقوب نقلت جزءا من الصورة. احتفالا بانتصارات الجيش العربي السوري في حلب، أقامت الجالية السورية في إيطاليا فعاليات عدة تعبيرا منهم عن فرحهم ببطولات الجيش في حلب وكافة المدن السورية ضد الإرهاب. نرفع رأسنا عاليا متمنين لجنودنا الأبرار كل تقدم، وفرحتنا بتحرير حلب نرفعها عالية، نرفع رأسنا عاليا بجيشنا متمنين الرحمة لشهداء جيشنا والشفاء لمن أصيب في هذه المعارك المشرفة. جئنا نقولها بأصواتنا بحناجرنا بلغاتنا بطقوسنا لنقول لا للإرهاب، نعم للمحبة، نعم للسلام. وسوريا بجيشها الباسل بثوابتها القومية بقيادتها الحكيمة ستنتصر ولا شك بقوة الله. صلوات وترانيم ودعاء امتزجت بالزغاريد وتهليلات الفرح، أكد من خلالها السوريون في إيطاليا على تواصلهم الدائم مع الوطن الأم سوريا، وأنها كانت وستبقى حاضرة دائما في قلوبهم. لم تغب سوريا يوما عن قلوب أبنائها في دول الاغتراب، هنا يشاركونها أحزانها وأفراحها
ويطلقون لأجلها صلواتهم أملا بأن يعود الأمن والأمان لكامل ربوعها. لم تمنع طول المسافات وبعدها الجالية السورية في إيطاليا من الاحتفال بانتصار حلب، فحالهم حال كل السوريين، قلوبهم تنبض فرحا وأملا في أن يعم النصر كامل أرجاء الوطن. جودي يعقوب، الأخبارية السورية، من صالة كنيسة سانتا ماريا إن كوزميدين، روما، إيطاليا.